مرحبا بكم حيسام متقبلتنا كفال لكم كما لك اليوم دليل الأخبار أزيق اللي تقدمتو كسلف العبير سوم امتحان سامنا يفصل يوم قلت هاي بأنباتا حكمة تقليم قبلت بحرق أيح زيارة وديت سبع مواطن من كورونا فيروس عند حياة سارحوا وزارة خارجية روسيا وترك تصدير كل بحديث قلتي هتقو روسيا وسوريا يوم 8 جون احبر تدريب طيارات حرب خمسة الوديات شهر حم تمفقار صحي ايران باجريت بقت بابور مدر عسرة ورط نفر خمسة الموتو شهر حم حيسام متقبلتنا منا ارس اخبار تفاصيل الاخبار امتحان شهادة سامنا يفصل جنرال يوم دي بكل اقاليم عدنا سعودية وسودان اقلت هيب امباتام اللي اسك يوم عصر جون لاتلال امتحان 379 مدرسة لبتن 403 سنكات لدت هيب بيقابي حمس مادة بالات حساب انجليز تعليم اجتماعي مهرو جنسية وعلوم لكم كمتم الامتحان ديب سعودية ديب كلا نقطة الرياض وجدة وسودان ديب كسالة لتهيب هلام منا ديبنا يوم عمت امتحان سامنا يفصل شعر كولا لو 56585 دراساي 84 أنسا ديب قبام عم بزحيلة مشتركة مثلنا إلى حلف السنة ديب لترت هلام أبعصر حتى متايت العبيم التامتحان اللي شاركو ديب نزوم تعليم العلو أمسوي درسولة عنحو أمفارك والدفاع وديب كدامات تأديب سنبل لهلوتم حكمة تقليم قبلت بحرك أياح ديب مديرية تفعبت نافا ودوب حزيارة وديت تفاصيله من عشا عثمان حكمة تقليم قبلت بحرق أيها السيدة أسمرت أبرها حالة كدمات اجتماعية ووراطات حرس قلت دليه اتاكم سلهما مثل مسؤولين إدارة دوايح أبعي عد ولجان دقاقيت قلت هدقت مديريات أفعبت ناقفة وأدوبها زيارة وديت اتامن يوم حتى أسك السس جون لاقب الزيارة مثل وكايل شعب ديبا وديت تهدق السيدة أسمرت التيل التعليم عافية ماي كيوا عمار لتر الهلا مقادعت إدارة وأبوي زبطات عفش ومال لكس استوضح لتهيبات هلا لا صادف مشاكل حل لا ركب بوأبوي إتو هدق قبعا وكال شعب إبجهتهم ديب كدمات مواصلات تلفون ماي وعافية لا صادف مشاكل حل شافق قلق باقلو طالبو السيدة أسمرت إمبالي بمعاونة الشعب وحكومة ديب إدارة دوايح باقلا لا دالة كدمات اجتماعية حق وقنحات مثل لكس السنجهات اندي حدقات اقل حفزات ماي واتربط ادمنوت كدمات ماي اسنيوت اقبوي وحفزات اجاي قديم بشعب قبل هليت كيوا اند حمدات ابتاك ابت قبي قلت التلالي اتفاق عدات اتعقرا تحات مديرية ناق فهي محقز ماي سيتو شعب اقل ارهلا لسيك روب تميم لهلا ابتاك اتصحي لاشاك مشروع ماي وعمار حرس اقل فيح للسرق لهلا عقم اتاهم صلهما اقل تحرس لاك ادر ارد قان حات المديرية تفعبت محقز ماي حل دايم لركبوا بوقبوي إباقسس مثل لقسسهم جهات حقو لهدقات دي بس بدالية تفعبت لهلا نايبنا وبنية تحتية محقز ولا لرهب بوقبوي مثل ساب مقدرت ومسؤولين إدارة لاس بدالية قاميت حبري من وزارة عافية كورونا فيروس اندالك بيوم دي بس بدالية تقليم مقب مرعات قبلهم لاتعنحو سبع مواطن عند حياة وتصارحهم باساس اللي عم بزحلة كورونا فيروس الركبية مواطنين أسك الله يومتي سعلف وسبع متوسة وسمان بعد سحلام سعلف وسس متوسة من نوم عند حياة وتصارحوا حمس هي أسك الله حن مرعيت له لو توم وزارة عافية سمان جون سنة كل ألف وعسلة وكليم مجلس أقليم قبلت ديبا حلفوي قرارات وفيناتات للكزا دق مثل سكان إدارة دوائح مرب غزا لامزام ومثل لام مديرية دبار باودام
اتا دي بيوم 5 جون دي بكات بحر نقصتات لقب اجتماع رئيس مجلس اقليم قبلت السيد بحر برهيم دي بيوم 6 فبراري سنة كل الف عسرة دي بيوم كل ابريل سنة كل الف عسرة وكليم اتا قبا اجتماعات لحلفة عسرة قرارات وعسر سلس فيناتات لخصص تودي حقها با شعب دي بفعاليته مشاركة اللعبات فاقدة مشتركة بجهتهم وزارة حرس للتهي بزر وجيب بركة التي دور سبت بوم متمدى دوغل فيا بشباب لقب جرائم وعقب قلت راقب علاقة والدين شعب وبوليس قلت الداقب محجز مواصلات قلقلال التبوسات بحتى مراقبة ديب قب تنكد ما تقل أمبتا للبل ريك عدموهم التاجتماع سسمة نفر شروكام علوم اتمدرد باربال هلا مركز شتل ماي اتكوارو مناسبة لارسرقل لهلا برنامج جمال زياد متو 5000 شتل الدوليت كمسلليت حبارام مماك رحلة شغل مركز شتيل السيد تسفا قابر برهاني قل ايرينا تهبي حبريم لطفانة جنس عجيه لكم كم شتل دوليكم هلا اند حبارام بدرجة مؤسسات وافراد قل شتل برنامج كم هلا ات امرام السيد تسفا قابرن دأتلم بسبب مقادعة ألات حمق لعلى وراتات لمركز قل حصوصي والتطور إدارة تقليم ومديرية لقدمو دار حمدام بأفراد شتل قل لتسوء للحزو أمفار دي بازحهم من مصاو تأمرتان إلى سابق لهلا فهمكم سلتو لحبرو شاك على نايلة مركز شتل بجهتهم لتألب قل تمام جهد قبكم هلا شارحهم دي بسنة 1989 لتأنبتا مركز شتل ماي أتكوارو سس أنسات لبتوم أسر حمشاك علي بوم مماك رحي شغل عام مأسسة تأمينات إريتريا نياسو محبر السيد زور والد ميكايل تسفازجيم دي بعدو خارج للساري اندعلا دي بيوم 7 جون 7 وكل عمرو توفام السيد زرؤو ثلاث فناتيا دول اتمجال تأمين شك حقو العالم دي بسنة 1909 حتى عدون دأتام كم عام مكرحاي شغل مؤسسة تأمينات إريتريا من سنة 1908 دي بقبل السودان دي بهلية مؤسسة تأمين نيو السودان اتمرح 3 سنة عدو وشعبو كادمام بل اللي السيد زرؤو دي بسنة 1908 دي بمنظمات جماهير جبهة الشعبية تحرير إريتريا اندقبا التاقلم صوت حرية لقب أقدلا دور لقداماتهم السيد زرؤو والد ميكايل بعل فرع وأربع والدتهم عدد قبره هي يوم 8 جون اتمقبرة أزارات أسمرة قباتهم مؤسسات تأمينات إريتريا ووفاة السيد زرؤو والد ميكايل حزنات دي بشاره قل عائلته مشاقيته وفتشو إيمان وصبر لهبكم تبل حيسام الطابلتنا لولا قدمنا لكم اخبار قبط عدت العالم ازلتوا نتعدي اخبار خارجتم من اخبار خارج روسيا وترك وزراء خارجية روسيا وترك باطر لهلا من يوكرين بحر تعلام لقب تصدير أكل بحديث قل أنبت كمسل هاد قوت شارحم وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مثل ناي ترك تانجهو مفلوت كابوس قلوديب ديوم 8 جون ات مدينة أنقارا ات ودوهدق عدو الورات قل سيرجي دوليت كمسل ليت ويوكرين ما قل تتعاونت لاكام بسبب حرب يوكرين لبحب بحر علام قبلت أن حتى تصدير أكل باتركم علام بسببه دي بزحد دول على أكل كم سلجارة تقارير لفهم يوكرين بتصدير أكل بدرجة دي برابعة درجة كم سل ترتب لتهدقم بسبب حرب يوكرين دي بأكل ليت عندي قبي بحاجات استهلاك أساسي على لتريكم هلا لتشرح لكن دي بنتو ودراء خارجة روسيا وترك دي بقادية سوريا كم سل هدقوما تحبرام روسيا وسوريا يوم 8 جون نحبر تدريب طيارات حرب كم سلوديا سبسلطة وزارة دفاع كل الدولات أمروا لدي بجو روريت غولان لقب تدريب طيارات حرب بتقور وطيارات لكف كم شراكة وزارة دفاع روسيا حبرتهم روسيا وسوريا دي بحلفة ورح جنواري تباكات كنا لمسل تدريب وايدات كم سل عليها تقارير لحبرهم روسيا سيادة وحدة سوريا قلت أدمن بإجازة حكومة سوريا وحداتها كاريت كم سل الليت لتشارحهم
اتمفقات حي ايران دي مواصلة شعب لشك ابابر مدرم من سكتون دا شكفة بجريت بقوت من لوحدو عسرة ورط نفركم سلمتو عماتات اخبار هيئة العاد اندى ذكريات امرام لبابور دي بشغل حفير مثل على مكينة عباي حق الداقشة لبقوتكم سالجريت هيئة ايران دي بشارحون دمعام لبطوم بزحام جرحامكم هلوات امرو لبقوت بخصص تحقيقات قبكم هلات امرام دي بإيران اللي ني أزا بقوت بابور مدر السلفو كمسال إيكون تقرير دي بالحبر بسببه هي دي بقدم ومال كسار كمسال جري لتأمر حيسا متابلتنا لوغ اليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان امتحان سامنا يفصل يوم قلت هيب أمبتام حكمة تقليم قبلت بحرك أياح زيارة وديت سبع مواطن من كورونا فيروس عند حيو تسار حوم وزراء خارجية روسيا وترك تصدير كل بحديث قلتي هدقو روسيا وسوريا يوم سمان جون حبر تدريب تيارة حرب مصر وديات شهر حام اتمفقارت حي ايران بجريت بقوت بابر مدر اسرا غلط نفر كمسر موتوت شعب حام حيسا متقبلتنا ما تابعتكم ديبن حمد لقليوم الدليوم العلنام اخبار قبط عدو خارج ديبلتام هلام